نحمد الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن العظيم الفرقان المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر، أشرف يوم البدر، صدق الله العظيم، إلا قول ما الله ولك وللدعاء ثم آمين. قد من نعيم صلى الله عليه وسلم وقال: أروني من فتح الصحابة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.